دستور السلطان سليمان المعظم. أيبكي، إن شاء الله ألف مبروك وبتمنى تقضوا حياة سعيدة مع بعض. السلطان سليمان المعظم. علي بيك، وين إبراهيم باشا؟ طلع قبل شوي يا مولاي، قال لي إنه إجا لهون بس من شان الخطبة، ومن بعدها ترك الحفل وما عاد بين. مولاي تعال لي. مولاي كمشغول حضرة الباشا واخدوها على السجن مثل ما أمرت. فيك تمشي. أمرك. شفت راس التمثال وكان مقطوع. شوفي يا سليمان، قالوا لي حابب تشوفني. إبراهيم باشا رجع يا ست الكل. بعرف هالشي يا سلطان. بصراحة أنا كتير انبسطت كونه تصلحت علاقتكن، وخديجة انبسطت كمان، كانت كتير مبسوطة لأنه شافته اليوم، والباشا بيكون أخذ درس من هالشي. هيك كنت متوقع يا ست الكل. شو اللي بتقصده؟ إبراهيم باشا شرف لهون بس مشان يحضر الخطبة، حتى أنه تجرأ وإجا يحضرها بدون إذني، فقمت أنا مسكته وحطيته بالسجن. وهلأ شو بدك تعمل؟ شو اللي قررته؟ عم فكر يا ست الكل، وعم أسأل حالي وقول يا ترى أنا بشو غلطت؟ مع إبراهيم ولا معك ولا مع أخواتي أو نسواني؟ حاولت أني أكون عادل معكن وما أظلم حدا، حبيت أنكن تعيشوا سعيدين تحت قبة هالقصر، حاولت أني أقدم لكم كل الاحترام والمحبة وما قصرت معكم بشي، ويمكن هذا هو غلطي. تماديتوا كتير علي، صار كل واحد فيكن يشتغل من راسه ويركض لحاله ورا مصالحه الشخصية الصغيرة، والأسوأ من هيك بوقاحة عم بيحاولوا استغلالي واستغلال سلطتي مشان يمشوا مصالحهم. عن جد خسارة. لا مو صحية اللي عم تقوله يا سليمان، هالموضوع انت اللي تسببت فيه، خاصة بالنسبة لهيام ولابراهيم كمان. أول وحدة كانت جاريتك وببساطة صارت زوجتك، والتاني كان مسؤول الجناح الملكي، جيت انت وحطيته الوزير الأعظم، انت اللي كبرتهم وسمحت لهم يستغلوك. بقدر آخذ بكل سهولة كل شي عطيتهم إياه من قبل يا ست الكل. سلطان رجعي هلا لعند خديجة، بدي إياكي بهالفترة تهتموا فيها منيح، والأحسن إنها تنام عندك.
إبراهيم. مولاي السلطان، يا ريت تسامحني. واضح انك عم تتعذب كتير بالسجن. اجى الوقت لحتى ريحك من كل هالعذاب. حضرتك رح تتركني؟ إذا حابب تروح روح. يلا. بس ما عاد بدي أشوف وشك بهالبلد. إبراهيم، بدي إياك تسامحني. يسامحك يا مولاي. أنا إبراهيم البرقلي اللي بيشوف موته كل ما اطلع بعيون جلالة السلطان سليمان. تعيين إبراهيم باشا البرقلي الوزير القائد للجيوش العثمانية ومسؤول عن حماية الدولة العلية. إبراهيم باشا هو الشخص الوحيد الآن الذي يأخذ كل التدابير والأحكام التي تخص الدولة العلية من دون أن يرجع إلي أنا السلطان سليمان. تتذكر لما قلت لي أن منصب قائد الجيش رح يقربك كثير من الموت يا إبراهيم؟ أنا بهذا القرار عم حاول خلصك من هذا الخوف اللي قاعد جواتك. أوعك تفكر للحظة أن روحك رخيصة يا إبراهيم، ولازم تعرف أنت تحت حمايتي. بهالقرار عم بحميك حتى من حالي. إبراهيم ابن صياد السمك يلي كل ما بيطلع بعيون سلطانه بيشوف حاله ميت، وبيشوف الناس عم يصلوا عليه وعلى روحه. فكولي هي عن عيوني بقى، بدي موت بشرف مثل الجنود الشرفاء. مولاي، بدك تموت بشرف مثل أي واحد من جنودنا يا إبراهيم؟ خذوا ولا روحي بقى يا مولاي. كل يوم عم موت ألف مرة. معروف عنكم الكرم والعدل. لا تستكتروا هالشي على عبدكم يلي خدمكم وخدم سلالتكم بإخلاص.
اليوم رح خلصك من الوضع، ما بقى تتعذب أكثر من هيك. لا تفكر إنك تستغل عدالتي وكرمي بعد اللي ساويته يا إبراهيم. هي أول مرة بتسلم الختم بهالسهولة، أنا كيف بدي أوثق فيك أو أوقف جنبك؟ أنا سامحتك وقت سلمتني إياه أول مرة، كان العشق هو السبب. احترامك لأختي خديجة كبرك بعيوني، بس مو فهمان هالمرة ليش رجعت عدت الموضوع مرة تانية. رحت تخليته بدون تفكير عن كل شيء وبلحظة واحدة. ما بيصير إنه يكون الواحد انفعالي أو حتى يكون مندفع بتصرفاته لهالدرجة يا إبراهيم. هاي التصرفات ما فيها أي نزاهة، ومع الزمن ممكن إنها توصلك للخيانة. وقت شفت التمثال عرفت إنك عم ترضي غرورك، وهالشي ما فيني أتحمله أبداً، حتى من حالي. غرور؟ أنتوا بتعرفوا إنه أنا ابن سماك فقير يا مولاي، والعبيد اللي مثلنا ما فيهم يحسوا بالغرور. صدقني أنا ما عم بفهم شو قصة العبد اللي براسك حتى تذكره طول الوقت. قديش هو مأثر فيك؟ لأني كل ما حاول قيمة من بالي فخامتكم ترجعوا بتذكروني فيها. هذا اسمه قلة ثقة بالنفس، وخاصة لواحد مثلك عنده هالميزات. واضح انك صاير حساس زيادة عن اللزوم. مو انا يا ابراهيم باشا ولا حتى اي حدا تاني عم بيذكرك بهذا الموضوع، انت بهالشي عم تظلم حالك. قول مين هو الشخص اللي حابب تودعه قبل ما تموت مشان يجيبوا لك اياه. ما في حدا حابب ودعه، بكفيني تكونوا اخر حدا بشوفه. هذا معناته حابب تحاكيني شيء قبل ما تموت. من وقت ما وعيت على هالدنيا وانا بحس حالي يا مولاي موجود بغابه. واقف ومو عرفان لوين بدي اروح. غابة كتير بتخوف وما لها نهاية. صعب كتير مولاي انك توصف شو فيها حجار وطرقات طويلة. الجهنم تبعك حتكون هون بهالقصر يا إبراهيم، وعذابك الحقيقي هون موجود بهذا الختم. طول حياتك رح يضل هذا الختم معك، هو مكافأة وبنفس الوقت عقوبة لإلك. قوم على رجليك. خليك واضح مثل النور. خليك
خليك مخلص ووفيل هالدولة العالية يا إبراهيم. حاول إنك تحكم عقلك بكل الأمور. لازم تتواضع وتساعد كل مظلوم. ما تسكت عن الغلط بنوب. أنا بدي إياك تكون قوي. فكر يا إبراهيم اللي قلته مشان ارجع بوثق فيك. بدي روح معك على الكير. أنا مشتاقة لأخواتي، حابة أشوفهم، صار لي وقت طويل هون. أنت مكانك هون يا بنتي. خليني روح قبل العرس على الأقل، بروح مشان ودعهم وبرجع. بالأول لازم نطلب إذن مولاي. شكرا. أنا كتير مبسوطة إنكم مجتمعين كلكم سوا. أختي الغالية، أنا صار لازم أرجع على بلدي. دير بالك على حالك وطمني على طول. إن شاء الله رح نجوزهم قريبا، وقتها أكيد رح نشوف بعضنا. حضرة الأمير، بشرفني تصير صهري، وإن شاء الله هالخطبة تكون مباركة والله يتممها على خير. آمين. من هون ورايح لا تاكل هم، قايبك هلأ صارت من حريمي. مولاي بيشوف من المناسب إنه نعمل العرس بالصيف، إذا في إلنا نصيب رح نشوفك قريبا، وبتمنى لكم السعادة. وصل تحياتي لعائلة حضرتك المحترمة. مولاي جراي خان، الله يعطيك الصحة والقوة. إبراهيم باشا أمرنا نلغي المخصصات اللي وافق عليها الديوان، شو رح نقلن هلأ؟ أنا كتير خايف من ردة فعله مولاي السلطان. هذا غلطك يا باشا. إبراهيم باشا تصرف صح. أنت عم تقول إنك خايف من ردة فعل تكية واحدة، طيب وباقي تكيات؟ يعني إذا بتفضل واحدة عن التانية وبتعطيها أكتر، وقتها كمان رح يكون في مشكلة. مولاي خلصنا بقى يا باشا. أنا أصلاً تفاجأت من هذا التصرف، مع أنه عندك خبرة كبيرة. سامحني، بس مثل ما بتعرف هتكية كتير منيحة، فقلت من المفيد أنه ندعمها شوي. لا ما بيصير هيك، نحن لازم نعامل كل تكيات نفس المعاملة. روح نفذ أوامر إبراهيم باشا حرفياً. إياس باشا، ما بدي أشوف هيك خطأ مرة تانية، عم تفهم؟ هلأ فيك تمشي. أمرك جلالة السلطان. أنا شايف إنه موضوع تكية ما رح يمرق على خير، مشان هيك بدي هالموضوع تتعامل معه يا إبراهيم بحذر كتير. أمرك يا مولاي. إياس باشا شخص منيح، بس جماعة تكية عم يضغطوا عليه. الظاهر إنه استغلوا فترة غيابي، ومشان هيك قدروا يضغطوا على إياس باشا. خلينا نطلع نتمشى بالحديقة شوي. أمرك. وأنا حضرت لجلالتك هدية، فضل. هاي هديتك يا إبراهيم؟ هاي هديتي المتواضعة لجلالتكم يا مولاي، وبتأمل إن تنال إعجابكم. مولاي ليكون ما عجبك. مأمون أغلو، أنت ونصوح شو رأيكم؟ والله كتير عجبني،
طالع تمثال عظيم. طيب، وأنا عجبني مثلهم. فيك تصرف له مكافأة لأنطوان. أنا كتير مبسوط لأنه هديتي عجبت جلالتك، وهلأ وين حابب إنه ننصب التمثال؟ نصبه جنب التماثيل التانية يلي بحديقة قصرك. أمرك مولاي السلطان. مولاي هويام، شو بكي؟ ليش عم تبكي؟ ولا شي، بلا ما أوجع لك راسك مولاي بهمومي. قلي لي مين اللي زعلك؟ مصطفى. قام الأمير مصطفى رفع صوته علي وحكى بطريقة مو منيحة قدام الموجودين. وقتها أنا حبيت الأرض تنشق وتبلعني. حراس! أمرني مولاي. خلي مصطفى يجي لعندي فورا. مولاي. لو سمحت، أنا ما بدي يكون السبب بأي مشكلة أو خلاف بينك وبين الأمير. مولاي، إجا جناب الأمير مصطفى. خليه يجي. مولاي، قرب لعندي مصطفى. ممكن تحكي لي بالتفصيل شو صاير بينك وبين السلطانة؟ أمرك مولاي. تفضل احكي لي شو صاير بالضبط. يلي صار يا مولاي إنه السلطانة هيام كانت عم تصرخ بوش السلطانة ناهي الدوران، وهالشي وترني كتير، ويمكن يا مولاي صوتي علي عليها شوي. هذا كل شي صار بيني وبين السلطانة هيام، وإذا كان في أي شي زيادة أو حتى غلط فالسلطانة هيام موجودة، فيك تتأكد منها. ما له لزوم، هي كمان حكت نفس الشيء. والشيء اللي تبين لي وبدون أي شك أنت الغلطانة يا هيام. وهلأ المفروض إنك تعتذري. لازم تعتذري من الأمير مصطفى. مولاي صدقني، لو أنا الغلطانة بحقه كنت اعتذرت بدون تردد، بس أنا متأكدة إنه مو أنا الغلطانة. هيام، صدقيني إذا اعتذرتي من الأمير مصطفى فهذا الشيء ما رح يقلل من قيمتك ومكانتك، بالعكس
رح تكبري بنظري، لأنه الاعتراف بالخطأ مو عيب أبداً. وبالنسبة لابني وريث العرش، هو أغلى شيء عندي بهالدنيا، وما في حدا بهالقصر بغلاوته وأهميته. لا ناهد دوران ولا ست الكل ولا أنتي. لهيك لازم تعتذري. طلبت منك انك تعتذري. اذا بتشوف انه من المناسب اعتذر، غلطت بحقك وأنا قبلت لاعتذارك سلطانة، وياريت من اليوم هيك حوادث ما بقى تتكرر مرة تانية. ما رح تتكرر، بوعدك إنه الأمور تتصلح. منيح كتير مولاي، اسمحوا لي هلأ أني روح على جناحي. صار فيك تروح يا مصطفى. خليكي لنحكي شوي. ما عندي شي احكي، خاصة بعد ما بهدلتني قدام ابنك. هيام، انا مين يا سليمان؟ انا مجرد جارية؟ عبدي عندك؟ قلي. وبدل ما توقف معي تجبر بخاطري بتقوم بتبهدلني يا سليمان؟ أنا ما عملت شيء وحتى ما غلطت بحقه، شلون عم تطلب إنه نحكي بعد ما مسحت بكرامتي الأرض؟ لا تحكي ولا كلمة لأنك عم تتجاوزي حدودك. طول عم اسكت، ولهيك هنن عم يتجرأوا علي، حتى هلأ صاروا يهاجموني أكتر. أنا ما اعتذرت منه لأني غلطت، اعتذرت كرمالك، كرمالك بس. للأسف شوف احترامي إلك لوين وصلني، خلاني أشعر بالظلم. الحق معي وهيك عملت فيه، كيف إذا ما كان معي؟ عم بتبالغي شوي هيام، واللي عم تحكي عنه هو وريث عرشي. لا تنسى انه في غيره بدال الامير. انا جبت لك 5 امراء وانت مو همك الا مصطفى، يعني ذنبهم انهم اصغر منه؟ او ليكون لاني انا امهم؟ اصلا كل يلي بالقصر عم يفرقوا بين الامراء كانه ما في غيره لمصطفى، ابتداء من اصغر اغا لوزيرك الأول إبراهيم باشا. هالشي ما بيجوز بنوب.
كلن. أنا كتير موثق بعدالتك. يعني شو بدك تعمل؟ في شخص اسمه سالم أفندي، الزعيم تبعهم. خليني أقطع رأسه، بركي بصير عبرة للآخرين. شوف إذا كنت أسير لأنفعالك وما حكمت عقلك بالموضوع بصير الحق عليك. مولاي هنن غلطوا كتير معي، هجموا على بيتي بالليل وتطاولوا علي قدام عيلتي وخدمي. معقولة نسمح بهالشي؟ موضوع هالجرأة في شي من ورايا إبراهيم. واضح إنهم بدهم إياك تعصب كتير وتاخد قرار مو صحيح، لأنه القصة مو ناقصة إلا شرارة صغيرة لتصير حريق كبير. خلص أنا قررت، من لما إجوا قالوا لي شو صار تدخلت بالموضوع. أخلينا سبيل كل اللي نحطه بالسجن ليلة مبارح بأمر منك. جذور هالحادثة غميقة يا إبراهيم، واضح إنه في ناس فاسدين عم يستغلوا هالذكية لمصالحهم الشخصية. تعرف استخدموا من قبل ذكية بسام باشا مشان يقتلوك. اللي بتقصده إنه أعدائي رجعوا يتحركوا؟ بذرة هالنفاق صارت كتير قريبة منا ودخلت على ديواننا كمان، حتى حسيت إنهم مأثرين على إياس باشا. نحن لازم نعرف مين ورا هالشغلة ونخلص عليه بأقرب وقت ممكن يا إبراهيم. هذا في استخفاف لشخصي ولمقامي وبالتالي مقام الدولة. إجا الوقت المناسب اللي لازم نحل فيه هالمشاكل. بشو عم بتفكر يا مولاي؟ مولاي السلطان، السلطانة هيام أمرتني أني رجع هاي الهدية لحضرتكم يا مولاي. مولاي السلطانة ناهد دوران واقفة على بابك، قال ممكن إن تشوف جنابك؟ خليها تفوت. سلطانة. مولاي أهلا وسهلا ناهد دوران، كيفك؟ منيحة مولاي، آسفة إذا كنت عم أخذ من وقت حضرتكم. مو مهم، تعالي. خير شوفي؟ أي بكي. ليش مستعجلة؟ بكرة بالربيع بتروح وبتزور أهلها. حالتها مو عاجبتني بنوب، دائماً عم بتقول إنه مشتاقة لأهلها وبدها تروح لعندهم. بتروح بالوقت المناسب. مولاي أنا مو حابة نأجل العرس، منعمله بالربيع. مستحيل هالشي، وريث العرش بيستاهل عرس يليق فيه. معناته نحن لازم نبلش بالتجهيزات. بلشي. كتير حلو هالطوق، عامله جديد جلالتك؟ إذا عجبك مبروك. ممكن تشرفني وتلبسني إياه؟ ادخل.
مولاي. تعال يا إبراهيم، ناهد دوران أصلاً كانت رايحة. مولاي، اللي شو عملت بقصة تكية؟ أنا أجيت شوفكن مشان هالموضوع يا مولاي. مولاي الوضع كتير متأزم، لو سمعت بس شو حكوا عني مبارح. قال إنه أنا ماني مسلم مثلكن، وقال إني بحمل الصليب برقبتي والنبي عيسى بقلبي، وكأني بعمري ما وقفت بمسجد وصليت معهم. إبراهيم صاير عصبي، لا تكون خايف من شيء. أنا ما بخاف إلا من ربي ومن بعده مولاي السلطان سليمان الله يطول بعمره. خوفي مانو موضوع شخصي، أنا خايف لتكون هاي المظاهرة مجرد غطاء لعصيان ضد جلالة السلطان والدولة العلية. بكل بساطة اللي بيحاول يعمل هيك شيء رح يتعاقب. مولاي. خير يا سنبل، قل لي شو اللي صاير. مولاي الأمير الصغير كتير مريض. أنت شو عم تحكي؟ والله وضعه ما بيطمن أبداً. وليش ما جبتوا له الحكيمة مشان تفحصه؟ جبناها، بس الحكيمة ما عرفت شو هو مرضه، والسلطانة هيام مزعوجة ومقهورة وعم تبكي. والله ليش ما حدا خبرني لهلأ؟ أنا هلأ اللي عرفت يا مولاي. طمنيني شو وضعه؟ مع الأسف مولاي السلطان، ما عرفت جناب الأمير من شو عم بشكي. ليش ما عطيتيني خبر؟ معقول كبريائك يا هيام يمنعك تخبريني عن مرضه؟ بعتوا خبر لياسر أفندي خليه يجيني بسرعة. مولاي أخي شو بو صاير معه شي؟ والله ما منعرف يا مصطفى، الحكمة ما قدروا يعرفوا. هلأ عم نستنى ياسر أفندي ليشوفه، بظن أنه رح يشخص المرض ويعالجه ورح يقدر إن شاء الله. سلطانة طولي بالك. سلطانة عادي شوي. ما تاكلي هم، هلأ بيشوفوا الحكيم وبيطمننا إن شاء الله. مولاي إجا الحكيم ياسر أفندي. خليه يجي. يلا ألفت طالعي هيام لبرا. لا أنا بدي ضل هون. هيام استني برا. ياسر أفندي؟ مولاي. ياسر أفندي اسمعني، الأمير مريض والحكمة ما قدروا يعرفوا شو هو مرضه، بسرعة فحصه وشوف شو قصته. حاضر يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي طمني شو مرضه. الأمير الظاهر في عنده مشكلة كتير خطيرة. أنا مضطر أقول لحضرتك الحقيقة يا مولاي. شو وضعه ابني؟ شو في؟ قول يا سرافندي.
مولاي، مشكلة الأمير الصغير إنه في عنده تقوس كبير بعموده الفقري، وعظام القفص الصدري كمان متداخلين مع بعضهم، وعلى الأغلب هو رح يكون أحدب. معقول ما في علاج؟ يلا قول إنه رح يتسيب. يضل هيك عم يتوجع. يعني هالمرض ما له دواء؟ هلأ فينا نوصف له دواء مشان الوجع، بس هالدواء ما رح يشفي وما رح يصحح له وضع العظم. Шенка мала, ватку просить я, бо прийшла зима. Ой да хой, очка заплющи. І до хлопчика любові, Шенко, коли соці вам буде темленко. أنا شو عملت لحتى يصير فيني هيك يا سليمان؟ يعني أنا أذنبت لحتى عم بتعاقب بهالولد؟ لا تقولي هيك يا ويام، أنت مالك ذنب بنوب. مستحيل إنه أتحمل أخسر ابني. ما رح نخسره صدقيني. والله رح موت من القهر عليك يا ابني. مو عرفانة ليش هيك صار. يا ريت لو فيني افديكي بروحي. مولاي السلطان، آسفة على الإزعاج. خير صاير شي؟ الأمير مصطفى قال كتير تعبان، عم يقولوا وضعه مانو منيح أبدا. مولاي خير؟ لا ما في شي، انت انتبهي على الصغير. مولاي السلطان سليمان المعظم. خليك مرتاح يا مصطفى. شو القصة؟ لا تشغل بالك مولاي، أنا منيح. حرارته مرتفعة كتير مولاي، فحصه الحكيم، بس ما قدر يعرف شو هي مشكلته. جسمه ما بيتجاوب مع الدواء يا مولاي. أنا كتير مستغرب، يعني وضعه ما بيطمن بنوب. مولاي
معقول يكون مسممين الأكل؟ شو هالحكي يا ناهي الدوران؟ ما بظن، وإلا كان وضع الأمير رح يكون أسوأ من هيك يا مولاي. شو اللي خلاك تقولي هيك؟ مولاي أنا رح موت إذا بصير أي شي لابني. لا تخافي يا ناهي الدوران، مصطفى رح يطيب. مولاي حبيت اطمن على جناب الأمير، خوفوني عليه، ان شاء الله هلا احسن. صحته منيحة؟ انت اطمني، الأمير رح يصح ورح يرجع يقوم بالسلامة بإذن الله. إن شاء الله، لأنه جناب الأمير شخص كتير منيح وما بيستاهل إلا كل خير. لا تاكلي همه ويام، الأمير رح يكون منيح. ارجعي لجناحك ولا تتركي ابنك الصغير لحاله. الظاهر جلالتك كتير تعبان اليوم، لازم ترتاح شوي. ليش عم بقدر ارتاح يا إبراهيم؟ مانك شايف حالة ابني جيهان ومصطفى؟ هلأ مصطفى صار منيح بس الصغير حالته صعبة. إن شاء الله الأمير جيهان رح يطيب يا مولاي، الله يحفظه ويحميه. الله يسمع منك ويشفي. اللي شو كان بدك مني؟ مولاي سفير دولة النمسا حابب يشوف فخامتكم، بتحب تشوفه اليوم ولا نأجل الموعد؟ اليوم بشوفه لأنه لازم نحكي معه، بدي أفهم منه إذا شاركان راح يوافق على شروطنا ويقبل الصلح. مولاي إجت الأميرة أيبكي. دخلها. شو رأيك أنت يا إبراهيم، شاركان رح يقبل بشروطنا؟ بعتقد رح يقبل بشروطنا. مولاي هلأ كنت عند الأمير والحمد لله صحته كتير منيحة، الحمد لله على سلامته. الحمد لله. قالوا لي جلالتك طالبني. ايه يا أيبكي خانم، ما اشتقتي لأهلك؟ حبيت خبرك إنه صار الوقت مشان تسافري على الكيرم. مولاي شكراً كتير، جلالتك فرحتني بهالخبر الحلو. اللي يا إبراهيم، صار معك شي بخصوص جماعة تكية؟ لا يا مولاي، وصلني إنهم عم يشتغلوا بالسر ويوم بعد يوم عم يكتروا. بدك تطول بالك إلا ما يجي يوم ويكشفوا حالهم. مولاي إجا ياسر أفندي. دخلوا. مأمون أغلو، أيبكي رح تروح لعند أهلها على الكرم وأنا اخترتك مشان أنت ترافقها بهي السفرة. أمرك مولاي السلطان. مولاي تعا ياسر أفندي قرب. مأمون أغلو أنت صار فيك تروح تجهز حالك. من شان وضع الأمير الصغير يا مولاي
شو قررتوا؟ مولاي من بكرة ياسر أفندي رح يبلش بعلاجه. بموت وما بقبل بهالشي، لساته صغير، كيف بده يتحمل الوجع؟ بعرف الموضوع مو سهل، بس ما عنا حل غيره يا ويام. سليمان خلينا نصبر كمان شوي، يمكن نلاقي له حل تاني، يمكن يطيب لحاله. الولد يا سليمان ما رح يتحمل وجع هالعلاج هاي. ما فينا نصبر أكتر، الولد عم يتعذب ولازم يتعالج. مولاي كيفك يا مصطفى؟ إن شاء الله صرت أحسن. الحمد لله أنا كتير منيح. أخي الصغير كيف صار هلأ؟ وضعه تعبان يا مصطفى. السلطان سليمان المعظم. بابا جيتوا تاخدوا أخي ما هيك؟ مستحيل خليكم تاخدوا أخي، أنا كمان بدي أجي. طمنوا يا أولاد، أخوكم إن شاء الله رح يرجع لكم بخير، رايح مشان عالجه وخلصوا من هذا الوجع. بابا حلف بالأول بعدين بعطيك أخي. اللي بابا يعني بالليل أخي ما رح يتوجع؟ حبيبي سليم لا تاكل هم أخوك أبدا، أخوك رح يطيب ويرجع لنا. بس يا مولاي شو مخليك واثق هيك؟ بركي ما رجعته، أنا شو بعمل؟ درخانو لا ما رح تاخده سليمان، الله يخليك قلن يخلوه، الولد لساته صغير ما فيه يتحمل. هويام نحن لازم نعمل كل شيء مشان نساعد ابننا، صدقيني هويام. ورح تكون صحته منيحة كمان. أعطيني مولاي السلطان. Cheers.
خلص خلص حبيبي خلص، لا تخاف يا ابني خلص. خلينا نطلع شوي لبرا. خلينا هون. مولاي شو صار له الولد؟ وينه هلأ؟ لا تقلق يا هيام، ابنك كتير منيح، بس ياسر أفندي قال إنه لازم يضل هنيك وهو رح يضل معه طول الليل. منشكر الله ومنحمده. مولاي بدي روح شوفه. هيام هلأ بكير شوي، خليه يرتاح والمسا بتروحي لعنده. هيام لازم ترتاح شوي، قومي ارجعي على جناحك. لا مستحيل اتركه لابني لحظة واحدة، اسمح لي ضل هون جنبه سليمان. ليش الولد عم يضل طول الوقت نايم؟ ليش ما عم يفتح عيونه؟ انتوا قلتوا انكم عالجتوه على أساس الولد تعافى. الولد تعب كتير اليوم بالعلاج، بده شوية وقت مشان يصحى. إن شاء الله يتعافى ويرجع طبيعي.